شو صار من بعد العمر يتغير احساسنا تصير الدنيا تشد زعل يتغير كل شي براسنا شو صار من بعد العمر يتغير احساسنا تصير الدنيا تشد زعل يتغير كل شي براسنا كل شي كان وهم وصدقته احساسي ما بعمر فقدته كل شي كان وهم وصدقته حياتي كلها كذب كبير واللي راحوا ما بينردوا مش سهل امشي وانسى كل شي لحظات محبة وحنان ما في بكرة فكر بفكرة اني وحدي وما في اسأل عني بعدك قلبي موت وانت مش فاجر حبك ما لاقي حدا يسأل عني بعدك قلبي موت وانت مش فاجر حبك نار القهر عم تكويني ودموعي عم بتواسيني مش عم تنمحى من قلبي ومن تفكيري مش سهل امشي وانسى كل شي لحظات محبة وحنان ما في بكرة فكر بفكرة اني وحدي وما في أنا مش سهل امشي وانسى كل شي لحظات محبة وحنان ما في بكرة فكر بفكرة احساسي ما بعمر فقدته كل شي كان وهم وصدقته احساسي ما بعمر فقدته حياتي كلها كذب كبير واللي راحوا ما بينقدوا يلا شو تكفي الزيح خلص بكفي لأول مرة ليه حسيتي بشي؟ لا شفت انك عم توهمي؟ بس ما حسيت اني on top of the world حياتي انت كتير نايف معقول تحس من هالغبرة الصغيرة انك on top of the world؟ يلا كفي يلا شوت 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 أكيد
تفضلي معي. جود رح تضلها معي هون. اسمع، انا هاخد جود وامشي دلوقتي بدل ما اكلم البوليس يجي يلم لك الليله دي كلها. انا كان ممكن اكلمهم وانا جاي، بس اذيتك مش هتفيدني بحاجه. هنمشي، يستحسن لا تكلمها ولا تحاول تشوفها مره تانية. اتفضلي معي. وحيد الله جربت نقطة صغيرة، غبرة بس حشرية ما كنت رح عيدها. بليز ما تخبر مامي، وعدك ما بقى عيدها، اصلا ما كنت رح عيدها. حاضرة كثير مؤتمرات عن خطورة الإدمان، مامي كانت تاخذني عليهم وواعية على هذا الموضوع. كفاية راغي دوشتيني، تفضلي اركبي. هلا بدك تطلعني بهالسيارة؟ قصدي انه ليه ما جيت بسيارتنا؟ عشان النهارده برا الخدمة ولا ناسية؟ هي نسيت جاكيت جوا. خدي. ثانكس. لحقتني ما زلت كنت برات الخدمة. عشان حمار. شو يعني؟ رح تخبر مامي؟ بليز ما تخبرها. بعمل لك اللي بدك اياه. ليه ساكت؟ احكي شي. وسوما شيلي ايدك. تكوني فاكراني جوي ولا ادونيس ولا حد من المهابيل اللي واقعين فيكي دول. فوقي لنفسك. مخدرات يا جود؟ وصلت لمخدرات؟ خلاص؟ مارك هو اللي سايق لك دماغك؟ مفيش راس مفيش تفكير؟ حلفت لك انك كنت عم جرب، ما كنت رح عيدها. ما هي بتبتدي تجربه وبتقلب ادمان، محتاجه ايه اكتر من مره عشان تدمني؟ اوكي غلطت. جود، المره دي مش هقول لامك. لازم تغيري شخصيتك تغيير جذري. بعد كده الدرس معايا انا بس، يا عندك يا عندي. وكل يوم هطل عندك في الجامعه اشوفك بتحضري ولا لا. ظهرات بنص الاسبوع مش عايز اسمع عن الموضوع ده تماما، بالويك اند بس ومعايا. بالنسبه للاستاذ مارك، لو عرفت انك شفتيه او حتى كلمتيه مش هيحصل خير. ويستحسن تبطلي لي بقى كذبك وألعيبك اللي بتعمليها دي، عشان باينه ومفقوسه قوي قوي قوي. ولو اكتشفت حاجه منها هقول لامك القديم والجديد. فاهمه؟ اوكي. نشف ريقي، تعبت اليوم، قريت لك أربع جرايد، بكفي. نبرة صوتك حلوة كتير. هلا كنت عم تتسمع على الأخبار ولا على نبرة صوتي؟ على التانية أكيد. موجوع؟ أوعى تكون موجوع وما عم تطلب مسكن لحتى ما تنام. لا لا مش موجوع. ما تشغل لي بالي عادل، بكره نازلة على بيروت. زهقتي مني؟ عم تفتش على كومبليمون؟ لو قفلوا علينا هيدي الأوضة 50 سنة ما بزهق منك. هيك وأنا بهالوضع لا في شمك ولا في لمسك ولا
ولا في اعمل اي شيء. مش احسن ما نكون كل واحد بمطرح؟ اثنين النار بيحرقوا، بس في نار بتحرق اكثر. ايها يعني ما بقى اشوفك او اسمع صوتك او اعرف انت وين مع مين، زعلانه مبسوطه، فكرك معي ولا مطرح تاني. حتى لو راح فكري لمطرح تاني بيروح لثواني وبترجع انت على غفله بتخترقه وبتستولي عليه، وما في قوه ولا مقاومه بالعالم تقدر تحرره منك. هذا من واحد جرايد السياسيه اللي عم بقرا لك اياها. مظبوط، بس انت ما بقى رح تقري لي لانك رايحه. رح انزل كم يوم، اذا كل شيء منيح برجع. اكيد رح يصير شيء ومش رح ترجعي. ليه عم تقول هيك؟ ما بعرف، احساس. ولو يا جار، ما في كيفك طمنينا عنك؟ ما عندك مصلحة انك تتعاطي مع هيك نوعية جيران أنانيين ووصوليين. محلك تروق من جمعتين؟ بيروق الواحد بعد جمعتين لما يتهموه انه مصلحجي؟ بس أنا ما كان هيك قصدي. بس اللي قلتيه هيك بدل. بونجور دكتورة. أهلا. بعرف الوضع محرج بيناتنا نظرا للظروف يلي عم تجمعنا، خصوصي إنك تركت المستشفى بدون ما تعطي خبر. شو كنت بدي أقول لك؟ أنا رح أترك المستشفى لأنه بدي طلق أمل؟ على كل حال أنا نسقت مع دكتور محمود آخر يوم وعطيت خبر لكل المرضى يلي عندهم مراجعة سريعة أني رح أكون بأوبيتال سرور، بس لكن شفت شو رح تكون ردة فعل أمل وردة فعلك أنت كمان. أنا شخصيا بالنسبة إلي ما تغير علي شيء، بعدني بعتبره وصولي ومصلحجي. بتعرفي شو؟ كنت حس دايماً إنه ما في كمستر بيناتنا، بس ولا مرة فكرت إنه هيدا رأيك فيه. كنت ساكتة كرميل أمل، بس كنت شايفة هاليوم واصل. اسمحي لي صحح لك معلوماتك، أنا كنت حبها لأمل. اسمح لي ما صدقك. كنت متوقع لما قررت إنه تقبليني إني رجعك على المستشفى. رأيي فيك ما بيعني إني ما بعتبرك من أهم الجراحين عندي، واستبدالك ما رح يكون سهل، خاصة أنه الدكتور محمود بعده جديد وما بقدر سلمه كل العمليات الكبيرة. شو بفهم من كلامك؟ أنه في أرجع؟
هذا موضوع بيرجع لأمل. إذا وجودك بضيقة ما بردك لو شو ما كانت النتائج. بفهمك. فإذا برد عليك خبر. ما بدك تسأليني شيء؟ دكتور إبراهيم، حياتك الخاصة ما بتهمني من بعد ما صارت الإنسان اللي بتهمني براتها. بالإذن. حطوها بشي اوضه بقسم البيدياتري. ما في، بدها فيرست والفيرست كلاس فول. طلعوها على قسم الجراحه العامه وما تقولي لي فول. فول هي شو بهون الناس كلهم مرضى؟ ما بعرف شو عم بيصير. طيب عادي هلا لقي لي، ما بدي احطها من هلا لحتى تولد من كل اني لحل. عادي شو بكي؟ باب اتصل فيي وطلب يشوفني وشفته بده يرجع على المستشفى. ايه شو قلتي له؟ قلت له انه هذا القرار برجع لإلي وانه عم فتش على حكيم غيره. انا ما عندي مشكل، بدك ترجعي رجعي. انت اكيده؟ ايه اكيده. وما رح يضايقك وجوده؟ ما هو مضايقني اصلا. امل اذا عم بترديه كرمال المستشفى منه مهم لدرجه انه ما نقدر نستغني عنه. خلص غاده ردي. لوين؟ طالع عند عمليه مع بروفيسور احمد. دكتور إبراهيم، أمل سمحت لك ترجع، متى فيك تبلش؟ تمام ماشي الحال. سلمي لي علي انت. طب انا برجع بحكي بعد شوي، بس معي تليفون ضروري. اوكي سلامات. الو. كنت مستنظره نايت، ردت اطمن عليك. بليز احكي بعد، مشتاق اسمع صوتك كتير. كيفك؟ كيفني؟ عاشق ومشتاق وكل شي بدك. صحياً؟ موجوع شوي. طيب سألت الدكتور لي بعدك موجوع بعد جمعتين من العملية؟ خلص خلص، انت ما تشغلي بالك بهالموضوع. انت اي متى جاي؟ من 5 أيام كنت عندك. بعرف.
يعني لك خمس أيام بعيدة؟ كنت رح أزمت مبارح بس ناي فضلت تروحي لأنه جمعة الجاري بقاله ماجد عندهم فحوصات ولازم تكون معهم. إيه قالت لي يعني جاي هالجمعة؟ إيه جاي بالويك أند وطلبت من نديم يلاقيني، بدي أعرف شو قصته، أكيد مخبي عني شيء. وبعدين صار لازم يعرف شو بده يقرر بموضوع أحلام، إذا ما بده إياها للبنت خليها تروح بقى تشوف حياتها. أكيد شكله في حدا جاي يزورني. وين الحرس؟ على الباب واقفين بس هيئته بيعرفوه. طيب شوف مين؟ تكرمي تفضل. لو تعرفي مين اجى لعندي هلا. مين؟ صديق صار لي زمان ما شفته. تعرفي يوسف أشقر. طيب لكن بحكيك بكرة. باي. باي. هيدي أمك. شكيت بالموضوع بس بفضل ما تعرف اني جيت زرتك بالوقت الحالي. علي نديم خير؟ في شيء؟ بعدين بتعرف ليه. هلا بعد لك عمليتين وبتخلص ان شاء الله. بس زهقت يا ويلي شو زهقت. تعبت نديم كتير. بعرف تعذبت كتير بس نشكر الله بعدك عايش. الحمد لله. عرفوا شي عن المجرمين؟ بيعرفوا عن اللي سبقوني بيعرفوا عني. هلا كانت غادة عم تقلي انه رح تشوفك بالويكند. مشان هيك فكرت اجي اشوفك قبل. امي مصرة هالمرة اني احسم علاقتي باحلام. انت عندك مشكلة بهالموضوع؟ عندي مشكلة بشرح السبب. مشان هيك بدي اياك تساعدني. ولو ما تفهمتني. بلا بتفهمك. وغادة كمان بتتفهمك. إذا أنت بدك تحط حد للعلاقة، حاسس حالك أنك ما بتحب الأحلام، صحيح ده حقك. أنت ما بدك تكذب عليها. وهذا الشيء بصير كتير. في كتير ناس بيكونوا مع بعض وبيحبوا بعض وبعدين بينفصلوا. هذا الشيء طبيعي كتير. وصدقني، هلأ أحسن من بعدين. أنا بعدني بحب الأحلام. بس مش الحب يلي بيخليني اتجوزها. هيدا حقك. بس ليه ما قلت لها الحقيقة من لما بلشت تحس انه شعورك تغير؟ قلت لك لأنه عندي مشكلة بشرح السبب. مش ضروري يكون في سبب. أول شيء البعد جفن. في سبب. التقيت بحد جديد. بتصير مالي نديم مالي. أكيد أمك رح تتفهمك وأنا رح بتفهمك ويمكن أحلام. نديم أنا حاسس أنك في شي مخبيه وما لك قدران تحكي لي. قلي ما تنحرج مني. أحكي لي بدك يا. ما بعرف قديش عقلك رح يكون منفتح تتقبل اللي بدي قلك إيه. نديم كل شي بيساعدك وبيريحك أنا مجبور أني أقبله، واللي ما بقبله بعقلي بقبله بقلبي، لأني بحبك وبحبك بعيوبك وبحبك بحسناتك. بس أنا ما بعتبره هيك، بس المجتمع بيعتبره هيك. هاتك فهمت.
صدمت معك؟ بصراحة يعني خصوصا انه ما كان في اي شيء بالماضي بيوعي هيك. سألت حالي هالسؤال مليون مرة، يمكن كنت خايف، جهلت الناحية اللي فيه، كان نوع من النكران، رفض للحقيقة. بس انت كنت تحب احلام وضليتوا سنين مع بعض، ما كان في بينكم علاقة؟ بلا، ومع غيره كمان، بس إذا بتساعدني لتقبلني أمي. أمل، 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 أنا بعد ما صار لي فرصة إنه أتشكرك إنك سمحتي لي أرجع على الأوبيتال. أنت مرة طيبة، وأنا متأكد إنه بعد فترة رح نتخطى الأزمة وإن شاء الله نصير أصحاب. شو صار من بعد العمر يتغير إحساسنا؟ تصير الدنيا تشتي زعل، يتغير كل شي براسنا. حياتي كلها كذب كبير، واللي راحوا ما بينردوا.
90. خير معلم، شو فيه؟ بيوترني هزمك، بيطلعني من ثيابي، عم بيتحداني وطالع بايده كمان. امور ريس، نحن بننفذ. طلقتك بدجاجه بتبط لي ذهب، بس وصلت اللقمه لتمي سحبها من السينه. هيدا الكلب اللي ما بيعرف حاله مع مين عم يتعامل. من عارفه بدي اياكم لحاله، ما بدي جود تحس على شيء. صار رئيس. عادل بك شيء؟ من وقت ما جيت وانت ساكت، في شيء؟ عادل شو في؟ مخبى عني شيء؟ لو بتعرفي قديش بحبك وقديش بتضايق لما بحس انه الضحكة راحت من وشك. رجعت تخوفني، شو في؟ لا ابدا غادة، مشغول بالي يا نديم. بعرف كيف تطلع فيه لما بكون في خبرية بشعة. شو بو نديم؟ ما بعرف شو بدي لك. نديم عمل حادث كبير و... شو؟ شو؟ والضربة جاية على راسه و... ووضع خطر. شو عم تقول؟ أيمن شو؟ ما عم بفهم شيء. روي روي حبيبتي، نديم ما بو شيء. كيف ما بو شيء؟ مش عم بفهم عليك، شو فيه؟ وحياتك ما بوشي. فإذا ليه عم بتكذب علي؟ لحتى تلاقي القصة اللي بدي لك إياها هلا عيني قدامك مصيبة. أي قصة؟ أنا بكرهك، قرفاني منك، أنت مش ابني، أنا ما بعرفك ولا بدي أعرفك. ماما بليز افهميني. لك شو بدي أفهم؟ مني قادرة أفهم. طب ما ليه؟ شو ليه؟ لأنه هيدا ضد الطبيعة. بس هيدا أنا. بليني مثل ما انا. ولك كيف بدي اقبلك؟ كيف بدي اقبلك؟ عم بطلع فيك وشوف انسان غريب. انت مش ابني اللي انا ربيته، ابني الفهمان الرايق المهذب المحترم. بس بعدني محترم، بعدني فهمان ومهذب. يا بتقبليني مثل ما انا، يا انكري اني ابنك. بونجور مدام امل، دخلك كلينيك الدكتور باب هون؟ باردون، هلا تذكرت انه بالطبيب فوق. يعطيك العافيه.
شو غلطت؟ شو عملت لحتى ابني يطلع هيك؟ اللي فهمني. انت ما غلطتي بشي. اصلا كل الحق على بيو. الله يلعنه شو عمل بولاده. طلعوا معقدين من وراء انانيته وقساوته. هدي وروقي. هيدا الشيء ما رح يغير الواقع. لازم تقبليه لحتى تعرفي تربحي ابنك. اكيد لازم يتعالج. انا ما رح خليه يضيع حياته ومستقبله من وراء هيدي العقده. رادا بليز. هدي وروقي لحتى تعرفي تستوعبي المشكله وتتعاملي معها. عم بتعامل معها. رح اقعده على اطباء. غلط؟ لا ابدا مش غلط. بس افهميه واستوعبيه. بدل ما تجرحيه وترفضيه. لانه الكل ما رح يحلوا المشكله. اجى لعندك؟ اجى لعندي. هذا قدامي عصبي قد ما بدك. اعملي اللي بدك اياه. بس قدامه استوعبي ولا تهيني. تخسري. سلو حياتي. بس كم مرة صرت أقول لك ما بحب تجي على الأوبيتال هالفترة. شي تفرجيك القماش اللي نقيته للغيدو؟ إنه أوكي كنا نطرنا العشية. أنا طلع عبالي فرجيك إياه هلا، وين المشكلة؟ لا ما في مشكلة. ما تكون مفكر إنه هيديك بعد مرتك وأنا عشيقتك ولازم أتخبى. لا مش هيك بس. بس شو؟ أنا خطيبتك وبجي لهون ساعة اللي بدي. ما حدا في يمنعنا. حياتي نحن مصدقنا انه بطلت تعملنا مشاكل. لشو بدنا نستفزها؟ وليه بدها تعتبرها استفزاز؟ ما تكون فكرتك ملكة. اصلا انا طول عمري بجي بروح على المستشفى ولا مره التقيت فيها الا اليوم. التقيتوا؟ انه ضيعت بالطابق وطلعت بوجهي. شو بيك سكتت؟ ماشي نروح ناكل. لا ما في، عندي عملية بعد نص ساعة. طب يلا ننزل ناكل بكافيتيريا. كافيتيريا؟ ايه؟ ما تكون خايف انها تشوفنا. إذا خايف من شيء هو إنه تطلع براسك وتشحطني من هون. لينا، أنا صرت عامل هون تريبل يلي بعمله بأوبيتال سرور. ما تعطل هم، ما رح تشحطك. مش من مصلحتها ولا من مصلحة غادة. انت كمان بتطلع لهم تريبل بالمستشفى. بعدين مش حلوة قدام الزملاء والموظفين بالمستشفى انه نظهر سوا. ما تنسي انه هني متعاطفين بعضهم معه. ليه انت اول اثنين بيطلقوا؟ لا بس بعده الطلاق جديد. خليك، وين القماش اللي بدك تفرجيني عليه؟ يلا هلأ ننزل على السيارة منجيبهن وبفرجيك ياهم الكافيتيريا. ماشي. بونجور، بليز بدي شاي اخضر.
يتغير احساسنا، سير الدنيا تشد زعل، يتغير كل شي براسنا. كل شي كان وهم وصدقته، احساسي ما بعمر